الصورة في عدن تبدو هكذا. أصوات الانفجارات والإسعافات هي أكثر ما يمكن سماعه في المدينة التي كانت تعتبر مدينة للسلام. تثير الانفجارات التي تحدث تساؤلات عدة حول الجهة التي تقف خلفها وسط مخاوف المواطنين من استمرارها وتعطيلها للحياة المدنية في العاصمة المؤقتة. حوادث عديدة راح ضحيتها عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم المحافظ السابق جعفر محمد سعد الذي تم اغتياله في ديسمبر الماضي. هجوم جديد استهدف نقطة لقوات الأمن في جولة كالتكس في مديرية المنصورة أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح 6 آخرين، بعد أن استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا جنود الأمن أثناء تجمعهم لتناول وجبة الغداء. تعبت المدينة من حالة الفوضى والانفلات الأمني، وعانت الكثير من غياب الدولة التي لا تبدو في الأفق القريب ملامح قدرتها على الإمساك بالعملية الأمنية في ظل الانقسام المفضي إلى الفراغ.